وسيدي حالة دورياش الصومالية دي كودة غن حاريها قحوتيقة إير داب وربيحن تنو حينو إيغي أحمد إساق لقاي تاني وحي كدن بي مركي وغارسي عبرين جوكتا ألغو بلاوي صحافة دي سحفيين دا صومالية دا يادالك صومالية وحا بركا حوغن كبلاوي قاربادن وكامي دا ورياش الصومالية دي كهول غليه قدها دالك صومالية كد مركي أيوات كيسن وايينا اگر دا موين كا جوكتا دي لغولة كعيي سلمركانا دور بدايين ايو حلالان دالك عالم كا غارهان كو اي صومالية جاركي هين هالكا قاركا كلان ايو دبرا ديگن ان اي كسي نغادن دالكو دهو يا اي نوا ديگن بلشدو دا waddanka Kenya oo ah dalkii martigeliyey qaxootiga ugu badan ee caalamka ayaa waxa ku nool suxufiyiin badan oo ka soo barakacay gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ay duruufaha adag oo dhanka nolosha ahi ku haysto waddanka Kenya sida magaalada Nairobi ee caasimadda oo ah Kenya magaalada xeebada Mombasa iyo wariiba xariiqa qaxootiga ee deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dabamaran boqday xariiqa qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxa kula kulmay suxufiyiin badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo dalkooda hooyo uga soo qaxay sabab la xiriira amankooda ayaa waxa ay iga warameen xaaladda adag ee haatan ku heysata xariiqa qaxootiga ee deegaanka Dhadhaab Ahmed sibuud hadii aan u tilmaamo marka hore ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool xariiqa qaxootiga Dhadhaab waxay nolosha adag la wadaagaan inta ka badan 480,000 qof ee Soomaaliyeed يكونوا الحريين كقحوتية دهاب هو أسيو نرول كنتي عن لبالين كان كويس انتو حريين كقحوتية إن كصحفيان هم كان شيئنا أنا قد أن هاي صحفيين تجو حريا قحوتية دهاب إن سيقود إن نروش مباشة نوايس تارونتي ونرول إن عرونك اللي وفرح كارين إن سابتو حوية إن حرفات دي صحفي النمو إن مباشة نعم شوغنو انت بدن صحفيين تجو مهلان فرصديه أيوبا هنائين إن مجرى انتو ده بدن صحفيين تنبيش انتو ده بدن مشقيان وأقوى شق على أنا أنت الشقي أنا فهمتي وحياتي الله بحنا إمكانياتك الله بحنا إن مهلا مع سيدة ملقاة مورينج ويحي هو محمد هذا يعني محمد قال وصويا مغوية قال لها الصوماليا هريها نقفل تيجا سيبا حقا دير وحاني ماضي لو كنت تدوضي بشي سدحد عشان يتوقعوا ذي ذا يعني الماضي والله مركز الماضي نولش هو أدي وعطاتي من عن قصو بلاو عن برم واي من دولة أفكرني نيشي أدي وعطاتي نولشي واي أريقة إن برم با نولش لقو فيلا دعاي مهل يسيد محال الله حتي أقول بحنا في أسنة إياه خلق في أسنة إياه يسيد مهل يسنة خلق في وفعيني الله وشغلين أي حلقة والله يا أنت دبعتوني متنك نوشة ويشيرو يعني واي صابتو أي تاي ماشان وميل قفرتيا حويان over population مارتين حردن كليا بقول يصدن بسمت كل أوقف بالقياسة إن يكون نوشة حقر دوري كليا متنك نوشة دد وحانا إن دلخو دي جوغا وروتي سكوفي لان أو شقي سنية أو هنايا فرصه شقائيه قوى تريرينو وقتيانا قاركود هرقيسي كدقية جبوتي كدقية قروي كدقية نقاقينو ايه بدن يهي كنتي واحان جوغني كلايمت اما عملو آد ايا آد اواناكسنو آد وقبو وحادع ووحي مقرانيسا آد كوه شابا اي ساتسفايا آد قطا لكن هلكم واحد مدى كلايمت اهان ايو لنكا نرشيو اسكا عضيق سيرفيسكي أدربتي أو إذا لو أدور لو إذا قدرت سيرفيسكي أدربتي وهذا الهلين وحفظ أو نلشي إن أت كان شاع يتمد في حاجة دير أيام حتى كشقيا وحنشقيا إن هاي دا إس إم بي سي إن جرجر أيام هذا هاي دا عدس أو حاجة دير قطالة في أيام الشقيا ساس أيام هذا نلشي يعرفتي ذا أو أفرح يهوي ذي ذويل يولا له يكون عن نرش إن سيا أيام عمرية وحن مش كسوقات وحكلو عن ما أنت إيمان إذا سوق لما جت مركا أنت أيام هدا رشين كركر يعني كسوقات أو لبده دور مكل جارو إن نرش رنتي إن قحطي جنا ما هن نلف في عن لسديكرا إن والقول ولان كرا سوقتوا أه ودن كايا مركا أجوبت مر أتمات من القحطي أه لبا يكلك هاي رنتي أحمد إن marka laga hadlayo xariiq qaxootiga Dhadhaab in waxaan ka aaminsanaa markii ugu horeysay aan soo imaanayay inay tahay meel aan iyadu nolosheeda aad u wanaagsan tahay isla markaana qof walba uu la qabsan karo waxaan ahaa qof magaalo caasimada ka imaaday oo nolol raaxo leh u bartay balse markaan meeshan imaaday taasi ma dhicin waxaan imaaday meel aad isaga adag xaaladeeda
إن راشين كمل لو دوننا يو أفعل لو قاليو بيها سلو كمل لو دوننا يو أفعل لو قاليو سمر كنا أدرك تحيبا إن جانس آفيشو وأتكون صدو أحمد إساق عبدي أحمد لقاي تلفزيون كعالمي كصومالي تشانل نيروبي.